الحقيقة والكرامة فتحت المجال بهذه الجلسات، سلسلة الجلسات بل بكل أنشطتها، فتحت المجال أمام كل التونسيين بكل مدارسهم وكل مشاربهم وكل اتجاهاتهم وكل مناشطهم، نقابيون، سياسيون، طلبة، تلاميذ، عمال، فلاحون، كلهم أدلوا بدلوهم. كما رأيتم الليلة هنالك رمز من رموز النظام القديم قد وقع الإشادة به عدة مرات، بل هناك من كان في حزبه الحاكم نائبا في مجلس النواب، هذا يدل دلالة قاطعة على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تمارس المحاكمة ضد تيار سياسي معين أو لون سياسي معين. إذن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تمارس عملها التحقيقي والبحثي في كل استقلالية وحيادية. السيد زهير بن الهادي بن محمد بالخيرية من مواليد سوسة 25 أوت 1956، وقد كان شابا 21 سنة تقريبا في ذلك التاريخ، في تاريخ 78، كان يمارس نشاط عادي، عمل عادي، كان مصورا عاملا في دكان تصوير، ولكنه كان ذنبه أنه كان يصور مناشط الاتحاد الجهوي بسوسة، فلذلك كان من بين الضحايا الذين أوقفوا بمناسبة الأحداث. زهير بالخيرية بتاريخ 21 فيفري 78 عرض على قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، الذي أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن. وما كان لقاضي التحقيق ولا لأي حاكم أن يمنع الإنسان من نشاط بسيط، نشاط ضمن فعاليات نقابية التي كانت حقا أساسيا كنشاط للمواطنين، كانت حقا أساسيا، ما كان على أحد أن يمنعه أو أن يحاكمه. إذن سنفسح المجال للشهيد إن سمحتم، وشكرا لكم. سي زهير الخيرية، أنت كنت تشتغل مصور في الاتحاد العام التونسي للشغل في الاتحاد الجهوي بسوسة. يوم 26 جانفي وقع القبض عليك، باش تحكي لنا بالضبط كيفاش صارت الأحداث وكيفاش انطبقت في سوسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية نقابية. وبعد أني زهير بن هادي بن محمد بن حسن بالخيرية، كنت نخدم مصور حر مع عرفي اللي هو المرحوم عياد الذوادي، كان كاتب عام آنذاك نقابة السليمانيين بسوسة، يتعامل مع الاتحاد الجهوي، نمشي أني نشرف على الاجتماعات وعلى أي حاجة تقع الاتحاد الجهوي. جاء يوم 20 جانفي تأسيس ذكر تأسيس الاتحاد الجهوي، بعث لي سي الحبيب بن عاشور عن طريق الأخ عبد المجيد الصحراوي باش نجي نشرف على الاجتماع العام لذكرى تأسيس الاتحاد أنا ذاك في 20 جانفي. هزيت الماتريال نتاعي ومشيت باش نصور، نلقى الأمور تبدلت، الوضع تبدل قدام الاتحاد الجهوي، الاتحاد الجهوي باتشاطة نتاعو مكسرة، هجمت عليه الميليشيا، دقت الاتحاد كما حبت وشتات. دخلت على نيتي للصاله نتاع في بالي الاجتماع داخل النقابيين، نلقى الصاله معبيه ونلقى الباهو نتاع الاتحاد الجهوي من الداخل بالمينيشيا، معناها كي جيت نصور بالفاتشات. المينيشيا نتاع شنو سي؟ مينيشيا الحزب. المينيشيا نتاع الحزب، كي جيت نصور بالواجهه نتاع الاتحاد الجهوي، البلار مكسر، الفاتشات نتاعو مكسره. ما راني لزوج نكزوا عليا توفاه هما الله يرحمهم، لا ذكر بالاسماء،
واحد منهم جبد عليا السلاح، جبد عليا برد، اش تعمل؟ قال لي طب جعت عمري 20 عام او 21، طعمني لقيت الباب قدامي، خرجت هربت لبرا وطلعت للبرميريتاج. البرميريتاج نلقى الاخ احمد بن القاسم ضربوه، نلقى استاذ اسمه سالم نسيت اللقب نتاعو، ضربوها على وجهه، معناها حالة يرثى لها، معناها وكسروا الواجهة زادة متاع الاتحاد الجهوي أبار القاعة، فهمتني؟ معناها الاجتماع طول ما وقعش الاجتماع، من غدوة من بعد غدوة جات السيزة المنظمة العالمية للشغل، حضرت على التصوير نتاعها، جات شافت الضرر اللي وقع في الاتحاد الجهوي. حتى ياتي ربي من 26 جانفي كلمني سي الحبيب، قال لي ما تنساش باش تجي قبل بليله تبات حدانا هنا في الاتحاد الجهوي باش تنجم تشرف على الاحداث الكل تصورها نتاع 26 جانفي. مشيت نهار 25 هزيت الماتريال نتاعي، فهمتني؟ اثثت روحي بينكم الفوق وقصدت ربي بات غاديكا في الاتحاد الجهوي. من غدوة صباح الإضراب لا خروج، مسكروا علينا الكياسات، سكروا علينا الثنايا، الباب عليها رقابة كبيرة ياسر، ما تنجم لا تدخل ولا تخرج، تحشرنا غادي، التصوير نصور من الشبابك، أي حاجة، والجيش قص علينا الضوء، والجيش قص علينا التليفون، معناها تحشرنا حصار كبير ياسر، ما نجمناش ما لقيناش كيفاش نخرجوا. لين ياتي ربي معناها مع نص الليل 11:30 نغجروا لهم الشباب كيفاش يهيئوا في رواحهم، يحضروا في رواحهم الحمايه المدنيه، بروجيكتورات موجهه للاتحاد، الجيش على السطوحه، عملوا ديستونس مش بعيده برشا ما بين المنطقه والاتحاد الجوي، فما تقريبا 50 متر، صف على اليمين وعلى اليسار بالاعوان الامن، ونص الليل بالضبط كلمونا، كلموا سي الحبيب بن عاشور كاتب العام الاتحاد الجوي، خرج لهم من البركون قال لهم نستناو بكم، ايوا في رواحهم هما محضرين رواحهم كيفاش باش يهبطونا. هبطنا في الوسط ما بين الجيش منا ومنا، بر الجيش اللي في السطوحه بالسلاح مشمر علينا، بروجيكتورات شيء كبير، دبابات، شيء فيلم رعب، اسر عمري ما شفتك الجزت هذيك. دخلنا لصاله الزديك، هذه المدخل نتاع المنطقه سميناها قاعه الزديك، الباب نتاع المدخل. تدخل هزيديك عاد تدخل دون ما تدخل من الباب، الضرب ياكل يمكنك من الباب الضرب، تدخل كي يكرتشوا فيك كأنك كورة من واحد لواحد، الضرب وهزيديك، القاعة هذيك الهول هذاك الباهو سميناه قاعة هزيديك. معناها كل مرة يخطفوا واحد، خطفوا عن صدق قديس الله يرحمه عنده وسام الجمهورية ولا هو وسام الاستقلال، قالوا أنت بتاع وسام نحاولوا من هنا حطوا بالقاع فص عليه برجليه، انت وسام ما تحترموا الاخر الوسام، عبسوا نحاولوا من بلاصتو وعفصوا برجليه، معناها كل حد كيفاش يعملوا له، لوجوا عليا اني هو دوم ما دخلنا لوجوا على المصور، وين المصور؟ داهم بالمصور، واحد يقول لي صورتني وانا في البلاصه الفلانيه، ولا دخلت بعضي بالضرب، وجهي كان قدامي ولا على جنب بالضرب، فهمني؟ سي زهير اللي تو يضربوا فيكم هما امن ولا جيش؟ لا أمن مبدئياً من الجيش شريكه يحمي من برا ما يطوش دخل المنطقة، فهمني؟ ضرب لا راك الله مكروه، ربي يعفو، الرحمة ما فماش، يا باليدين يا بالبوني يا بالمشتق. ومن بعد طلبوني في الأفلام، قلت لهم الأفلام مش عندي، الأفلام قعدوا في الاتحاد الجهوي، هزوني بلا خليتي ورجعوني بحومة حومة، هزوني بالمشتى ولا أعوذ بالله اللي هزني يسرفق فيا كل زوج متر ويشوطني، وسبحان ربي الله يرحمه فعلوا شيئاً في ستاج على موتوريزي ما في فرنسا بحادث، كل حد ربي اللي عمل معنا ربي عطاه وكفاه على قد حركة نتاعو، بعدها تقريب بعد توفى ونعرف اسمه ما نذكرش الأسماء، فهمني؟ الله يرحمه من عم بفعل. هزني يا سيدي دخل بيا قال لي الافلام، قلت له الافلام مش عندي انا، ودي عند سي الحبيب بن عاشور، ما نعرفش شكون عطاهم كاتب العام تحت الشغل، هو اللي خدا من عندي الافلام.
جاد من الغرب يهزوا فيه تحكموا عليه تركيمة القضاء بنجومهم بالمشاعراتهم راهم مارك. عمري ما شفتك الهم هذاك. ما قلت له صحيح انا مانيش نكذب راني دايخ راني مش نموت ما نعرفش. قلت له ما نعرفش شكون خذاهم من عندي. الضوء مقصوص وخذاهم من عندي الفيلمات ما نعرفش. الاكثريه معناها كتب العام خذاهم من عندي الفيلمات. قال له هز الكلب حملوه هزوني منه ومنه وجاو معنا احنا في البريمانيتاج فما من لوطه دو ستاتيو فرحات حشاد محمد علي الحامل. قال له طيش الكلب غادي كان ما تخرجوا لبرا تو نجيب له في الجمهوريه. قال شنو لقيناه ميت. هما هزوني باش يرميوني وخارجين مش الحبيب خاطر رجعوا بيه معايا. الحبيب النعشور رجعوا بيه معايا فهمتني ولا برنوصو سيبوه قال سيبوا الراجل خطيب اش دخلوا كانكم على الفلان برا جيبوا المنصف قمر. عند المنصف قمر الافلام هو اللي خباهم خباهم في تواليت ورا الشاس فهمتني. ومن بعد عاودوا رجعوا بيه للمنطقه للصباح لين طلع النهار والضرب ما ركحش فينا معناها الرحله احنا تقريبا 130 ولا 136 ومن بعد نقصوا 35 قعدوا تقريبا 101 كل بكل 47 موقوفين لقيت حد سرق وقت. لا اله الا الله محمد رسول الله. اختاروا جماعه خلوهم في الجيول غادي جيولات تعبات ولقيه طلعونا في سوسه للسكنه نتاع الجيش. طلعونا للسكنه نتاع الجيش قعدنا في السكنه نتاع الجيش. فهمني برشا فما تقريبا 40 رقبة بيوت صغار من متر تقريبا على جوج متر فيها 13 رقبة مباتوا معنا مرفوسين في بعضنا محملين بند فهمني شطر شكارة حلبة و وزورة. أما في المنطقة متاع الأمن أما في المنطقة متاع الأمن ما لا فما لا زور ولا هم يحزنون منا للسيمان فهمني. فالسكنة متاع الجيش حتى هبطنا نهار 9 فيبري تقريبا نهار 9 فيبري تقريبا هبطونا رجعونا للمنطقة بدأت تنقص المنطقة هبطونا للمنطقة. فالمنطقة بدأت الأبحاث الأبحاث اللي يمشي على رجليها يرجع على ركيبه معناها لا يوريك الله مكروه معناها شيء طلعوه الفوق شيء لوطه عندهم بيت هذيه نتاع الدجاج الروتين بين زوج طواول كيفاش البشر ينزعوه زقط كيفاش يعلقوه كيفاش يعطيهم قلوبهم يعلقوا البو وولده والله يرحمه عمر بالعزوزه ولده محمد زقطات الاثنين قول له تفرج على ابوك وقول له تفرج على ولدك فهمني. يعطوا على ركايبهم على رجليهم يمشيوا ويرجعوا على ركايبهم يرجعوا يتمرنوا حسين الكوكي الله يرحمه وكذلك زاد كيف كيف فهمني. راهو كل الاخ محسن الشاوش قلعوا له ظوافره بالبانس يجيوه في الليل يجيوه في الليل معناها اللي هذا اللي عذبهم في الليل يجيهم زاد مات موته مشنعه تحت العمليه مات سفاقسي اصلا فهمني. ينحيلو في ظوافره بالبانس راهو كل مرة يبحثك حد معناها كي تدخل باش تبحث تلقى 10 9 كل حد يضرب ملي تدخل من البيرو كل حد يضرب. سي زهير ثم أسئلة يحبوا يعرفوها ثم أسئلة شو يحبوا يعرفوها بالنسبة للي أنا فهمتني ولا النخل طول هذا من بعد احنا معناها هذا وقتها ما تجبدش وين شكون تصور من بعد تو نحكي لك تو نخلط لك من بعد نحكي لك كيفاش يحبوها باش تهمينكم تهمونا احنا ما خرجناش من الاتحاد لا عندنا لا اسلحه ولا عندنا حتى قاعدين في الاتحاد محصورين ما نجموش نخرجوا. التهمه وجهوها لنا مهاجمه سكان بعضها على بعض فصل 72 الحكم بالاعدام ومن بعد كل حد شنو التهمه نتاعو كيما انا عطوني تهمه اخرى تهمه الصحابه فهمني. لين ياتي ربي فهمتني ولا نهار 15 فيبري نهار 15 فيبري أخ حسين كوكي نهارتها تعب 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 على الآخر راجل يطلع بالروح وما عرفناش على نيتنا ما بعدنا نص النهار تسكرت السكنة قبل ما تتسكر السكنة بشوية غزر للعون معناها قوت المرض ولا روح ولا الله أعلم معناها ربي سبحانه وتعالى معصى من عند ربي طلع
كلب العون قال له اعمل مزيه اطلب رقم الفلاني كذا وكذا في يكود، اقول له محسن قال لكم كعيب علي اشتاك كعيب علي من با حتى ربع ساعة وجاب بلوسات قال له يا حسين هاني قال له كلمتهم قال له يسا يكلم بعد ربع ساعة جاب بلوسات قال له يا هاني كلمتهم هاو جابوا له قال له جابوا له ربي سبحانه وتعالى معناه حب لك الروح هذيك شهية كعيب علي لا لا جابوا فيها شوية ليم بكوا دخان خبزة شد يفرق فيها على أصحابه بكوا الدخان فرقوا قشر كعبة الليم فرق بريج بريج وخذات القشور يدهم في راسه الستيريا معناها دخلت فيه ما تصورهاش في البال هذا أكحل أصل أزرق معناها يدينا بأمه وهو مسكين في حاله تاع يطلع في الروح شكر علينا في الجيول ماضي ثلاثة حلوا السنترة حلوا الجيول عيطوا لنا عشرة من الناس بما فيهم صحشين معايا الله يرحمه محسن الشاوش عشرة من الصدق مرجان نوري النصير فهمني محمد بن عائشة أستاذ قلعة كبيري طلعونا سيدي للتحقيق طلعنا للتحقيق العشرة من الناس في حسين كوكي ما نجمش يخرج من الجيول الرجل ميت ميت خرجناه حملناه هكا وخرجنا بيه في الكلوار ماشي للكربة قال سيبوه تو يقوم يمشي وحده سيبوه يضرب فيه على جنابه بالبروتكان تاع صباك وهذا عون أمن غديكا مع العلم العون أمن هذايا تبدلت لغته معانا جا للجيول اللي فيه الأخ محسن الشاوش قال له مشكون محسن الشاوش قال له واني قال له بنتي في حالة وبنتي دخلت في ستيري وبنتي مشكلة فهمتني ولا قلت وربطونا سيدي وربطونا سيدي معناها تحسنت المعاناة تاع السيد أحمد هذايا معانا تري فكا فهمتني على خاطر سي محسن الشاوش يقري في بنته قال سيبوها تو يقوم يمشي وحده يضرب فيها على جنبه ضرب خايب قوم هاك باش تروح يقول له باش تطلع للتحقيق وتروح ما تقناش الضرب حملناه وطيشناه في الكهرباء اول واحد دخل للتحقيق هزوه هو قعدت قدام تقال له باش نحق فيا يعني هذا الرجل هزوه للسبيطار هزوه للسبيطار وناداو الاستاذ محمد بن عايش قال لي باش يبحثوا هو مازال كي قعد التليفون ضرب هز التليفون قالوا له فلان ما احنا ماشيين به في ثنية توقفوا ما نبع حتى 200 متر ما بين المحكمة وسبيطار فرحات عشان ما فماش حتى 200 متر فهمني قال له راهو فلان توقف قال له راهو اللي هز هنا راهو توقف ايه ما لبش محمد بن عايش الاستاذ من غير ما بحثوا رجعوا للجيول رجع للجيول هو اللي جاب لنا الاخبار للجيول جاب لنا الاخبار للجيول فهمتني ولا ورجعونا للمنطقة بتنا ليلتها في المنطقة ليلتها في الليل جابونا الزور ولا ويترعشوا ويقول أحرس يجيبوا الواسبيرين والمعناها كل مرة حاجة فهمني المرحوم أحسين من مواليد 28 ديسمبر 1942 بأكودة من ولاية سوسة عمل كهيئة رئيس مصلحة بشركة تأمين الاتحاد ونشط صلبة الاتحاد العام التونسي للشغل وكان مسؤولا جهويا للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية شارك المرحوم في مسيرة سلمية يوم 13 أكتوبر 1977 نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة للتنديد بتدخل الجيش والاستعمال المفرط للعنف ضد احتجاجات عمال قطاع النسيج بمدينة قصر هلال والذي أسفر عن عدد كبير من الموقوفين والجرح تم قمع المسيرة من طرف قوات الأمن وإيقاف عدد من القيادات النقابية الجهوية من بينهم المرحوم حسين الكوكي وتم اقتيادهم لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر سوسة حيث تعرضوا لشتى أنواع العنف والتعذيب لينقل المرحوم فيما بعد صحبة عدد من النقابيين للسجن المدني بسوسة أين تم التنكيل بهم وتعذيبهم تحت إشراف مدير السجن المدني بسوسة كان المرحوم مسؤولاً جهوياً للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية بسوسة بالرغم من حداثة التحاقه بالعمل النقابي فقد كان يتقد حماساً وينشط بصفة مكثفة بالاتحاد وقد شارك صحبة القيادة الجهوية للشغل في الإضراب
العام المقرر اليوم 26 جانفي 1978، لكن النظام قام بمحاصرة مقر الاتحاد الجهوي بالاستعانة بوحدات التدخل ليشن فيما بعد حملة اعتقالات واسعة طالت كل أعضاء المكتب الجهوي للشغل بسوسة، ومن ضمنهم القيادي النقابي الجهوي الشاب حسين الكوكي، وتم اقتيادهم لمنطقة الأمن الوطني بسوسة، ثم اقتيد صحبة العديد من رفاقه النقابيين لثكنة الجيش بمدينة سوسة ليقضوا 11 يوم بزنزانة لا تتعدى مساحتها 3 متر مربع يفترشون الأرض. وبتاريخ 9 فيفري تم نقلهم لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر سوسة ليمارس على المرحوم حسين الكوكي شتى أنواع التعذيب، فقد علق عاريا في غرفة مظلمة ليعذب ويهان ويذل، كما أنه اقتيد للبحث ووثقت يداه ورجلاه بحبل سميك بعد أن أسنده الأعوان إلى عصا ليتأرجح بين طاولتين، وكانوا ينهلون عليه بالضرب والركل حتى إذا فقد وعيه سكبوا عليه الماء البارد ليستعيد أنفاسه ولتتواصل معه جولة أخرى من التعذيب. كان المرحوم يعود للزنزانة حبواً من شدة الألم ليفترش الأسمنت البارد، وظل يعاني من غياب الماء الصالح للشراب لأيام رغم الظمأ الشديد. وبتاريخ 15 فيفري 1978 أصيب بحمى شديدة جعلته لا يقوى على الوقوف، وألح في طلب قشرة من البرتقال. تاريخ شنو؟ 15 فيفري. وألح في طلب قشرة من البرتقال ليضعها على صدره وجبينه علها تخفف من حدة آلامه. وازدادت حالته الصحية تدهوراً وتغيرت ملامح وجهه عندها. هب كل من رفاقه بالزنزانة طالبين النجدة لإسعافه، لكن السجان أقبل بعد وقت طويل ساخطاً متفوهاً بعبارات مشينة، واقترب من المرحوم وتفق يدوسه بحذائه قائلاً: قوم يزم التمثيل. وتم نقلهم يومها للمحكمة الابتدائية بسوسة لعرضهم على قاضي التحقيق الذي ما إن عاين الحالة الصحية المتردية للمرحوم حتى طلب من أعوان الأمن نقله للمستشفى الجهوي بسوسة فرحات حشاد، وقد منعه وضعه الصحي من الصعود إلى سيارة الإسعاف على قدميه. وقد توفي تولى 3 أطباء من بينهم الدكتور الطاهر عبد الرحيم تشريح جثة المرحوم، ولاحظوا وجود ثقب بجانب الثدي الأيمن وآخر بذراعه اليسرى مع آثار زرقاء بسطح الجلد على الظهر والكتفين. تفضل كملنا التشريح. بدلوا ذر مات متعادي ومات متربي وعن كل شيء عادي. وقت هو كلام اللي قال الدكتور طاهر عبد الرحيم هذاك هو الصحيح، هو اللي شرحه، هو اللي قال لقيت معناها جنابه زرق من كثرة الضرب ولقيت حالته يرثى له ومات معناها بالعملية هذه. من بعد هما بدلوا، هما حتى نبعد معاه أكثر من هيك، حتى الذكرى الأولى نتاعو بعد ما خرجنا عملنا له الذكرى نتاعو في المقبرة، مشينا للمقبرة نلقاو البلاكة نتاع المقبرة نتاعو بتاريخ مش 15 فيفري، تاريخ قبل 26 جانفي ولا هو بعد 26 بعد 15 فيفري، اللي هو معناه متوفى مش يظهر للرأي العام، اللي هو ما ماتش لا بالمنطقة ولا بيضرب 26 جانفي ولا بحتى شيء، إلا في الذكرى الثانية عملنا له الرخامة الساحة وهزيناها له وحطيناها له، نحينا الرخامة القديمة. معناها هذا بالنسبة لحسين الكوكي، فهمني؟ بالنسبة لنا احنا. سي زهير تكمل تحكي لنا توا يعني على اطوار المحاكمة اللي تعرضت لها. احنا سيدي نهار 15 فيفري وقلنا رجعونا للمنطقة طلعونا من غدوة نهار 16 فيفري للتحقيق. بدا يبحث فينا وخرج في جرة بعضنا والناس كل خرجنا في حرب صراحة مؤقت. لين ياتي ربي نهار 6 مارس اني بالحانوت عندي أفلام نغسل بيهم في الريبيلاتور نغسل بيهم، فما سي صادق المرحوم الصادق المقدم وقت عضو مجلس النواب ولا مجلس الشعب عنده اجتماع في المسرح البلدي بسوسة بحدايا قريب لي شارع بورقيبة واني في شارع علي باش عمر حانوت عربي، بعثوني باش نمشي نصور
قلت له ما نجمش نصور، انا عندي بلا سلعه نخدم بها ما نجمش نصور. حسيت له منعت على التصوير مش منخرج. هما مشاو من هنا والحنوت سرق البيت. طلعوا من الحنوت. جاني عارف الله يرحمه سي عياد الجوادي قال لي ودي شبيه الحنوط ملغم راه يصير فيها وفيها. قلت له انا بعدي راهو فيها. راهو جاوني قالوا لي نمشي نصور الرباط ما بيتش نمشي نصور. قال لي اخرج برا اقعد قعدت في الكلاريتش مقابل الناس. جنب التياتر وقعدت قاعد في الكلاريتش. طلبت التالي قال لي جماعة وراك راهو. فهمني. فما واحد نسمع عاملين ابواب برا في المسرح. على الخطاب سي السادات المقدم وكل حد يشيروا بحاجه، فما واحد قال يخدم شيرت خاوز قهوه الساحل وقهوه الصحايب، قال له وقفني عارفي على الخدمه عندي قداش، انا شكيت ومشيت ومشيت ومشيت، قال له مشيتش ما اعتمدتش من الاجتماعيه، قلت له قال له ما مشيتش، قال له برا مشي له وانت رجع تخدم، قلت له هاو صرفوا، قال لي اسكت يا جماعه وراك شلون صرفوا، قلت له بروح، عملت هكا قمت قلت له خل روح، مشيت روحت، من غدوه نهار 7 مارس دخلت للدار. من بعد ما بدت الصباح الحوت اني مروح نص نهار دخلت للدار اختي جابتني استدعاء قالت لي راهو عطاوه لك المركز قريت الاستدعاء يلزمني ما خديت انا هبطت للمنطقه نهار 7 مارس هبطت للمنطقه ما نهار 7 مارس دخلت من سي عبد العزيز قندوز باسمه هو الاستدعاء ومديته الاستدعاء انا دعوه قال له ابحثوا حطوا كشاهد وسيب راجل هو يتكلم معاه هكاك ويعطيه بالمعلومات ويدخل سعدي العابد هذا جابوه جديد رئيس منطقة نتاع سوسة جابوه من هنا من تونس. قال له أنا عسكري كردونة شنو أبحث المصور قال له هكا واحد منهم قال له أبحث وهبط الكلب البر للجيول وتو نقول لك فيه. تبدلت المعطيات كان واحد شبحتني ولا ستة. كل حد يصير في سؤال. كل حد يلوخه في الآخر زرهم الباحث قال له ما يخرجوا الناس الكل خلوني راسي راسي. شد الملف نتاعي قال لي هذا بحثك باش نسالك جوج سؤالات تعطيني السؤالات الصحيحة نقطع وتمشي تروح مع بوك برا يستنى بيك قلت له طيب قال لي تصور لشكون تبعث فيهم انا تصور انا باش دخلني باش نبعث فيهم قلت له انسان نصور نهز تصور نهزهم الاتحاد الجهوي فوق منهم فاتورتي نعطي تصور ناخذ فلوس لشكون نبعث فيهم تصور قال لي لا تبع فيه المنظمة العالمية للشغل تبع فيه من عشان الدولة من بعد دارني قال لي للقدام أتفهم مع باري علاقة بين سي الحبيب فهمتي الله يرحمه والقدام قديمة قال لي تبع فيهم للقدام هذا الكلام أنا قلت يعني عمري هذايا نتاع القدام نتاع المنظمة العالمية قال لي البعيدة ماكش راجل قلت له الجولية تحت الوظيفة يا دخلت عملت هكا وهبطوني من غدوة أنا هبطوني بيت غادي كان نهار 8 مارس طلعوني للحاكم التحقيق، حاكم التحقيق فهمتني ولا قال لي باش نقرا لك الملف نتاعك، فما حاجة مش هي قول لي مش هي، قلت له طب قرا 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 قال لي شنو صحيح كله صحيح، قلت له شقريت يعني باش نسمع، أنت تقرا به بقلبك، قال لي لا هك صورت الجيش يقص في الضوء وهي قلت له صورت، قال لي هكا وصدرت بطاقة فداء وعدني للحبس، في الحبس قعدنا تقريبا حتى حبس معبي بتعبي ما تصورش كل برش معناها زوج من الناس فما يباتوا حتى في الممشى يفرش في القاعة وبيت زاورة وبيت يفرش على زليز كاكا وبيت حالة لا يوريك الله مكروه كان ريحة كان ريحة نادرة فهمتني هكا وحتى جاء وقت نتاع طلبنا تعيين القضية علينا متى وموقوفين احنا غادي عملنا اضراب جوا باش يعينونا القضية ويعطيونا الفصل نتاع حكمنا شنو وكذا. تعين التقريب في جوان كان ذكرني ربي حاجة كيما هكا جوان أو الجويلية هبطونا للمحكمة عينونا مهاجمة سكان بعضها لبعض حكم فصل 72 حكم بالإعدام فصل جماعي ومن بعد كل حد وشنو الفصل نتاعو. الحقيقة ما صححناش رفضنا وما صححناش وما قبلناش في الفصل هذاك والفصل هذاك. رجعونا للسكنة حتى يأتي ربي نهار 15 أوت بدات الجلسات. الجلسة بدات نهار 15 أوت يخرجوا بينا بحفاوة كبيرة ياسر صلي على النبي زوج كراهب احنا 47 موقوفين يحطونا بزوج كراهب كبار مسلسلين يدينا التالي
نتنطحوا في بعضنا ثنية كاملة من المحكمة من الحبس باب الغربي تبع في القصبة حتى محكمة الاستئناف نتاع سوسة، كانوا متعدين بوزير بشيء كبير، ثنايا كل 10 متر وعاون بالسلاح على اليمين واليسار، كراهب من الكادي تحمي وكراهب من القدام وإحنا في الوسط. الحقيقة ما ناش معكوسين، حتى إحنا عندنا نشيد نكون نعملوا من قبة نتاع الكراهب، خلي العباد تصبح أنتم أنتم وضيحة وضيحة. يا نقابين يا شغالين يا مسلسلين رجلين وراس، خلاص خلاص ملوش خلاص الا القنابل والرصاص. وحتى في حتى في قاعة المحكمة عملناها، معناها كان رئيس المحكمة الحقيقة الله يرحمه معناها راجل طيب سي يوسف بن يوسف، معناها مشى معانا باهي، ما عطانا كتافه كيف الحرية متاعنا في الأبحاث، يبحث فينا كل حد يتكلم بحريته، ما فماش حكم على الأمن معناها يلقى القاعة متاع المحكمة يلقاها بالسلاح مشاركة قلة وتحميه المحكمة جرود ورانها من برا مش في قاعة المحكمة. معناها وقف معانا مشى لآخر لحظة لين قضية كبيرة في سوسة وقعت وبحث كبير ياسر ومجادلات كبيرة. وفي الاخر ما خرج بحتى نتيجه، خرج بنتيجه اللي من مشمولات امن الدوله وحال المحكمه وحال القضيه على محكمه امن الدوله، قال ليس من مشمولات القضايا العامه. هذا في 15 اوت، فهمني، في 15 اوت رجعونا لقعدنا غاديكا نستناو حتى لين ياتي ربي نهار 2 ديسمبر سبتمبر بداو يخرجوا فينا، خرجونا 10 الجروب الاولى خرجت من سوسه معايا المرحوم عم صدر القديسه، معايا سعمر الطرابلسي، معايا جماعه فهمتني، خرجنا مع العلم اللي سعمر صدر القديسه راهو تربط توقف هو ولدو حسن استاذ ولدو المنصب ولدو عبد الكريم. عبد الكريم الصغير بالكل، نهار كي جاو خرجوا فيه عبد الكريم من المنطقه قال لهم لا ما نخرجش نبات ليله حدا بابا خاطر بوه يجي الاخر، وهذاك شو قاع بيتوه بحدا بوه ليله الله يرحمه عم صادق، ومن بعد سيبوه معناها هو وولاده الثلاثه راهو شيء كوخ فهمني. نهار 2 سبتمبر خرجونا، والخيال الاخرين عداوا العيد خاطر جا عيد كبير قدامنا من غدوه لهم بعد غدوه، طلعوهم 9 ابريل لهنا لتونس. وبدات بداو يخرجوا فيهم بار جروب، معناها كل مره يخرجوا 10 تمام فيها، لين خرجنا لين هبطت يعني معناها بدون معناها ما تعديتوش على محكمه امن الدوله؟ لا ما تعديناش، هبطت قرار حفظ القضيه من طرف رئيس الدوله فهمتني، ولا حفظ القضيه وهذاك شقاع. لكن مع العلم اللي معنا حفظ القضية وناس رجعت، رجعنا عام 80 اللي رجعوا تابعين وظيفة عمومية وتابعين القطاع العام، خذوا عفو التشريع العام تاعهم، خذوا حقوقهم، رجعوا يخدموا على روحهم، احنا قعدنا متشردين. أنا يعني لتو عفو التشريع العام مش منيش، لتو عفو التشريع العام اللي 2011 اصدر عفو التشريع العام، أنا يعني هذه خديتها من المحكمة 2012. العفو التشريع العام اللي تو مش منيش، أنا وبعض خيال فني محسن سهل، فوزية ترد، بنت عمي نورة بالخيرية، هذوما كل ما نام مش من عضو في نقابة تويكا هي وفوزية ترد فني أخت، معناها هذوما كل مش مناش العفو التشريع العام اللي تو. شنو هي طلباتك سي زهير؟ طلباتنا هو عفو التشريع العام هو الأولاني، رجوع ماتريالي معناها رجعوا لي مصورة برك، يعني بعثت عام 80 الطيب بكوش وقت هو أمين عام للاتحاد، يبعث لي الرسالة هذه يقول لي راني علمت المدير العام للأمن الوطني اللي هو سي جلال الدين بن علي في التاريخ هذاك باش يرجعوا لك ماتريالك، ناداوني رجعوا لي مصورة واحدة مكسرة وماتريالي الآخر اللي تو مرجعت بطاقة التعريف نتاعي تو مرجعت فهمتني، وجبر الضرر من حق من حقوقنا فهمني، وكا ما بقيتها عند ربي خير. شكرا فهمني. شكرا.